وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف تقرأ أهمية هذه القمة الثانية وهذا المنتدى الاقتصادي الكبير بين دول أفريقيا وروسيا في إطار تنمية العلاقات والشراكة التجارية على العديد من الأصعدة؟ اهلا بك دكتوره دينا، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي قمه مهمه بتنعقد في توقيت دقيق وحساس بيمر به العالم اجمع، وبالاخص القاره الافريقيه باعتبارها هي الحلقه الاضعف في المنظومه الدوليه، على اعتبار ان الانعكاسات السلبيه للحرب الروسيه الاوكرانيه فيما يخص ازمه الغذاء وازمه الطاقه أثرت بشكل مباشر على القارة الأفريقية، وبالتالي هذه القمة تأتي في ظروف غاية الخطورة والقوة الكبيرة التي أثرت على مقدرات الشعوب الأفريقية، خاصة بعد عدم تمديد اتفاقية الحبوب بسبب يعني الخلافات التي حدثت بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي هذه القمة ستنعكس بشكل إيجابي واضح على تأمين الحبوب وإمداداتها إلى القارة الأفريقية، باعتبار أن روسيا تعطي رسالة طمأنة للشعوب الأفريقية بأن الحبوب والغلال الروسية ستصل إلى كل القارة الأفريقية. وبالتالي أرى أن هذه القمة ستحقق في شراكات استراتيجية حقيقية بين القارة الأفريقية وبين روسيا. نعم، ما المطلوب من قادة الدول الإفريقية في ظل هذا المنتدى الاقتصادي الكبير في التعاون مع روسيا في إطار تنمية الشراكة بينهما؟ تعلم بالطبع الدكتور حامد بأن نسبة التعاون الاقتصادي وبالذات في الزراعة لا يتعدى 2%، فكيف ترى هذا المنتدى وأهميته والذي يعني ينعقد بعد فترة طويلة بسبب تداعيات الأوضاع الروسية الأوكرانية، كيف تقرأ أهميته في المرحلة اللاحقة؟ طبعا القارة الأفريقية دكتورة دينا موجود بها الكثير من الثروات الطبيعية التي من الممكن جدا أن تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة الأفريقية، سواء من وفرة المياه أو حتى الأراضي الخصبة أو غيرها من المقومات، ولكن تنقص الدول الأفريقية الجانب التكنولوجي، وهو ما أشار إليه الرئيس بوتين الآن من أنه لابد من أن يكون هناك تنويع وتشارك العلاقات الروسية الأفريقية بشكل كبير لكي يكون هناك إمداد الدول الأفريقية بالتكنولوجيا المتقدمة التي ستسهم بشكل مباشر في رفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية. أيضا روسيا بتتحرك في عدة مسارات وكلها مسارات مهمة، يعني إسقاط أكثر من 20 مليار دولار على عاتق الدول الأفريقية الفقيرة، وأيضا نتج عن ذلك الكثير من المشروعات المهمة على مستوى البنية التحتية، وهي ما تفتقده القارة الأفريقية، وده اللي أدى لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا لحوالي 18 مليار دولار. وبالتالي أرى أن الأمور بشكل عام تتجه إلى تحقيق اتفاقيات، تكون هذه الاتفاقيات اتفاقيات قائمة على مبدأ رابح رابح، وهو المبدأ الذي تستطيع من خلاله الدول الأفريقية أن تحقق رغبتها من الحصول على الاكتفاء الذاتي. وأيضا روسيا لديها أكثر من 50 مليون طن من السلع الغذائية والحبوب التي من المفترض أن تذهب إلى دول القارة الأفريقية، وهو ما أشار إليه الرئيس بوتين من أنه سيقوم بإمداد القارة الأفريقية سواء بشكل اقتصادي ببيع هذه الحبوب أو حتى مجانا لكي تصل إلى الدول الفقيرة الغير قادرة على شراء الحبوب، في ظل أن هناك أكثر من 54 مليون مواطن أفريقي على شفا المجاعة وعلى شفا الفقر. نعم، تحدثت الآن عن المجاعة والفقر التي تمتلئ بها العديد من الدول الإفريقية، ولكن هذه القمة كان هناك محور هام جدا يتم الحديث عنه وهو المحور الاجتماعي والإنساني، وأعتقد أنه يحظى بأولوية قصوى في العلاقات الدولية والعلاقة الإفريقية الروسية. كيف تقرأ هذا البعد وتناوله في هذه القمة؟ في ظني وتقديري أن هناك كما أشرت لحضرتك مسارات مهمة جدا، هذا المسار لا يقل أهمية عن المسارات الأخرى، على اعتبار أن القارة الأفريقية تحتاج إلى شريك موثوق به
في ظل أن القارة الأفريقية أيضا تنتهك سياسة الحياد الإيجابي، لديها علاقات قوية مع روسيا باعتبارها أحد الأقطاب المهمة، ويوما بعد يوم بتفرض رؤيتها الحقيقية في سبيل دعم القارة الأفريقية. أيضا علاقتها مع الصين والتبادل التجاري القوي مع الجانب الصيني اللي بيصل لحوالي 264 مليار دولار، وأيضا القمة الأمريكية الأفريقية الأخيرة، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة الذهبية اللي أتاحتها الحرب الروسية الأوكرانية، وبأن هناك حالة استقطاب كبيرة من الأقطاب الثلاثة للفوز بثقة الدول الأفريقية لتحقيق المنفعة الحقيقية للقارة الأفريقية. ولكن روسيا لديها عنصر مهم جدا، وبأنها ليس لديها تاريخ استعماري داخل القارة الأفريقية، علاقتها جيدة جدا داخل القارة الأفريقية. هناك أيضا مجموعة بريكس، مجموعة مهمة جدا، من ضمن مجموعة بريكس توجد دولة جنوب أفريقيا، وهناك رغبة ملحة من جانب روسيا والصين لانضمام مصر والجزائر إلى مجموعة بريكس، خاصة أن مجموعة بريكس الآن يا دكتورة دينا تمثل حوالي 31.5% من حجم الناتج القومي العالمي، وده مؤشر كبير جدا على نجاح هذه المجموعة، وبأنه إذا انضمت لها دول داخل القارة الأفريقية من الممكن جدا أن تحقق نقلة نوعية في العلاقات نحو آفاق أرحب فيما يخص خدمة القضايا الأفريقية بشكل واضح. أهمية تواجد مصر في هذا المنتدى الاقتصادي وهذه القمة الإفريقية الروسية، باعتبار أن مصر هي البوابة للعمق الإفريقي. طبعا يعني مصر هي أهم دولة أفريقية بالنسبة لروسيا، وده ظهر في انعقاد القمة الروسية الأفريقية الأولى في العام 2019، على اعتبار أن روسيا كانت بتحاول محاولات جهيدة وحثيثة للعمل على إقامة القمة الروسية الأفريقية الأولى، وكان للدور المصري دور محوري ورئيسي، والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للعمل على انعقاد القمة الأفريقية الأولى. والآن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، مصر بموقعها الجغرافي وثقلها السياسي ودورها المحوري في خدمة القضايا الأفريقية، واعتبارها هي المدافع الأول عن كل القضايا الأفريقية والشعوب الأفريقية في كافة المنتديات وفي المحافل الدولية، بتعكس ذلك أن هناك رؤية حقيقية من قبل روسيا للدولة المصرية، وبأن هناك تطابق كبير في الرؤى في القضايا الدولية أو حتى على المستوى الثنائي، وهو ما أعطى لهذه العلاقات يعني منح أكثر قوة وأكثر ثبات في ظل وجود رغبة وإرادة سياسية مشتركة لتعظيم وتعزيز العمل المصري الروسي في كافة المجالات. وده اللي هنؤكد عليه من خلال ملمحين مهمين جدا: الإشادة الكبيرة من قبل الرئيس بوتين بدور مصر المحوري في دفع العمل الأفريقي الروسي بشكل كبير، وأيضا الإشادة المصرية بتنفيذ روسيا لمحطة الضبعة النووية بحجم استثمار 25 مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس. وأيضا هناك تبادل تجاري بين الدولتين بيصل لأكثر من 8 مليار دولار، وده بيعكس أن هناك بالفعل يعني علاقات قوية، وأنه سينعكس على شعبين البلدين في ظل أن هناك استقرار حقيقي وقوي في العلاقات المصرية الروسية. نعم، أخيرا دكتور حامد فارس، الحديث عن التعليم ويعني أن يكون هناك شراكة في الجامعات الروسية بالتعاون مع الدول الإفريقية، خصوصا أنك تعلم بالطبع بأن بعض الدول الإفريقية تعاني من نقص في الخبرات التعليمية في المجالات المختلفة، خصوصا مع التطورات التكنولوجية اللاحقة. يعني روسيا بتفتح ذراعيها لاستقبال كافة الطلاب الأفارقة، لأن هناك أكثر من 35 ألف طالب أفريقي موجودين وملحقين بالجامعات الروسية، ولكن من الممكن جدا أن تزيد هذه الأعداد إلى أكثر من ذلك بكثير في ظل العلاقات القوية وفي ظل تنوع الشراكات الاستراتيجية، سواء على مستوى تنفيذ البنية التحتية، مشروعات البنية التحتية، أو حتى في التعليم أو حتى في الصحة، باعتبار أن روسيا أثبتت قوتها كأحد الأقطاب الرئيسية في كل المحافل الدولية، وتريد أن يكون هناك علاقات حقيقية بمبدأ
افعال لا اقوال وتنفيذ هذه المشروعات الخدميه للقاره الافريقيه ولشعوب القاره الافريقيه بما يخدم المصالح الافريقيه الروسيه. وبالتالي ارى ان هناك بالفعل ستصبح القاره الافريقيه في الفتره القادمه مع تنوع الشراكات الاستراتيجيه مع الاقطاب الكبرى ومع حاله الاستقطاب الكبيره، من الممكن جدا ان تصبح القاره الافريقيه لها مقعد دائم في مجلس الامن، وهو ما اشار اليه سواء الرئيس بوتين من عالم متعدد الاقطاب او حتى الاداره الامريكيه في القمه الامريكيه الافريقيه الاخيره، واللي اشار بشكل واضح على انه لابد ان يكون هناك مقعد دائم في مجلس الامن فيما يخص الاتحاد الافريقي. وبالتالي التعليم من اهم المجالات التي سيكون منفذ مهم جدا جدا لنقل الخبرات الروسيه للشعوب الافريقيه وللطلبه الافارقه. نعم الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لك.